الإنسان يجلس مع نفسه ويسأل نفسه سؤال: الذي خلقني الآن في هذه المرة الأولى، ما هو المانع أن يخلقني مرة أخرى إذا مت؟ إنسان صنع سيارة، إنسان بنى بيتا، إنسان صنع سفينة، هل يجوز أن نقول له لا تستطيع أن تصنع مثلها؟ فهذا شيء من الجنون. فلذلك قال تبارك وتعالى: وأن عليه النشأة، يعني إنشاء الإنسان، النشأة الأخرى. نقول فلان على مرة، وعن الثاني هاي نقول أخرى، جماد الأولى، جماد الآخرة، ربيع الأول، ربيع الآخر. فالنشأة الأولى في بطون أمهاتنا الله سبحانه وتعالى، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما، ثم الله سبحانه وتعالى نفخ في هذا الإنسان الروح. الآن النشأة الآخرة هذه، ما المانع أن تكون، أن يوجد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان؟ فلو الإنسان جلس مع نفسه 5 دقائق يقطع بأن الذي خلقني أول مرة يعيدني مرة ثانية، فيخرج من قلوب الناس هذا الريب وهذا الشك وهذا الجنون في مسألة البعث، وأن الله سيبعث من في القبور. فالذي أنشأك في أول مرة هو الذي ينشئك المرة الأخرى. والعقل إذا نظر في هذه المسألة لا يقول العقل هذا يعني من المستحيل العقلي، بل هذا أصلا من الجائز العقلي. بعد النظر ورؤية خلق الله في كل يوم لهؤلاء الناس، يؤكد العقل أن الذي خلقهم أول مرة يستطيع أن يخلقهم مرة